اهلا بحضراتكم من جديد. اروح لسنتر بلوك الفريق حازم ايهاب. والحقيقه انت طولك كام يا حازم الاول؟ 2 متر و1. 2 متر و1 ماشي. يعني كل الثلاثات فوق ال 100 متر. الله اكبر الله اكبر. طب قول لي حازم، يعني ليه السنه دي كانت مميزه؟ ليه ايه من وجهه نظرك خدنا الثلاث بطولات ليه؟ ايه اللي ميزنا السنه دي واللي خلانا ناخد الثلاث بطولات؟ يعني انا شايف بصراحه ان احنا الحمد لله السنه دي كلنا التزمنا، وبرضه احنا لعيبه كبيره، يعني لعيبه اللي راحت المنتخب في ست من السته اللي بيلعبوا، في لعيبه كتير راحت المنتخب. مين اللي راح منتخب حتى اللي ما كملش؟ مين بقى يعني في اكيد يعني تقريبا مثلا 5 من السته اللي كان السته او السبعه اللي في الملعب كانوا في المنتخب ما شاء الله. في منتخب ناشئين يعني حمزه وشريف ومحمد وانا، في ناس كتير يعني كانت راحت هناك، فدي برضه كان عامل كبير يعني ان احنا كنا اتحطينا في مواقف صعبه كتير، فعرفنا نمر لما مثلا الدنيا بتأزم في الماتشات بنعمل ايه؟ بنعرف يعني زي ما محمد قال وعبد الرحمن، احنا كتير قوي كنا بنبقى هنخسر في الماتش وبنرجع في النتيجه، يعني الحمد لله ما شاء الله عليك. طيب فاكر انت احلى ماتشات لعبتها السنه دي؟ كان نهائي اللي هو ضد بتروجيت، نهائي الكاس، ونهائي الجمهوريه ضد الزمالك. طب نهائي البتروجيت فاكر لعبت قد ايه مثلا؟ يعني لعبت وقت حطيت سكور قد ايه؟ يعني مش عارف بصراحه عشان كان اخر ماتش في الموسم، بس يعني الحمد لله يعني خدت وقت واديت كويس جدا. والزمالك برضو نهائي جمهوريه. طب حلو جدا. طيب انت بتلعب يعني في اكتر في مركز يعني زي عبد الرحمن، ولا انت ثلاثات طول عمرك؟ لا انا ثلاثات طول عمري يعني اعتبر بس كان في فتره كده كنت في الاول هتحول مركز 2، بس يعني حسيت ان انا في مركز 3 هبقى احسن بصراحه. طب السيرفات معاك عامله ايه بقى؟ يعني الحمد لله في الباخر. ما بصش عليك يا كابتن، ما بصش عليك، يبقى سيرفاته كويسه. مظبوط سيرفاتك كويسه في اخر الموسم كمان، يعني الدنيا ظبطت، يمكن الكابتن يشهد يعني. فلوتر برضو فلوتر وبتوجهه صح على اللي الكابتن بيقول لك عليه والدنيا كويسه قدامك ولا بتهرب منك في اي حته؟ لا 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 الحمد لله. لا حازم